نقار تقول عديت ثلث عمري في السبيتار. أكثر من ثلث. أكثر من 7 سنين اللي بديت نصفي راه. اليوم قداش عمرك؟ اليوم عمري 39. بس نحتفي فيهم 32 عام نحتفي فيهم. 32 عام؟ دياليز. تصفي عديتهم دياليز. فيهم أيامات فيهم الوجيعة. فيهم الوجيعة وفيهم المطر وفيهم التعب وفيهم المرض وفيهم تقعد في المحطة مطيج. هذا كان أحكي لك حب لي فيلم هنداوي 10 ساعة وما وفيهاش. الحمد لله. الحمد لله. والخوف أصعب نهار تتفكروا في النهارات هذوما اللي مشيت باش تصفي فيه. نهار صعيب. الصعيب هذا وقت تحت 5 ايطاج في شرنكو. هذا يصعب مع أصعب نهار. مش تحت. مش تحت. هي تحت ولا تحت ولا رميت ولا كل كيف المعنى شيء حكيت الكلام هذا وقلت حاولت باش تنتحر. خممت في الانتحار وصلت حتى حاولت. حاولت هذاك أنت كما نقول هي التيشان بتاع طفولة واحد في لحظة ضعف. أي, 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 أي اسم الحياة. عمرك 7 سنين تقريبا وقتها؟ حكاية 9 سنين كانت 8 سنين. المرة الوحيدة بصراحة النقار المرة الوحيدة اللي حاولت انتحر فيها مرة برك هذيك مرة برك هذيك الوحيد هذيك هي مرة برك هذيك مرة برك مش سهل صغرك عديته في السبيتار تقريبا أكثر حاجة قلت لك سبعة سنين ايه؟ عام 90 الطبش متطور كيف تو قبل 7 سنين أنا كنت في السبيتار معناتها من الصغرى في السبيتار عندي رسوم مرة كذا ديما تعبة من وقتها ما طلعوش المرضى اللي عندك كلاوي وقصور كلاوي كان فيقوا بيه كنت نجم تمنع منه الجرثومة كانوا ينجموا يلقاوا لها حلق بالقصور الكلوي ولا هي هذيك هي كانت بتربي يا اخي في شرنيكول من بعد بالتحاليل وبالواحد طلعها في شرنيكول وقتها هني اما غادي هنا عندنا يمشي المستوصف غادي يعطيها سبت حرابش اللي يرجع كرش هذه نفس السبت اللي راسها كلها نفس سبت حرابش هذيك يعطيها له ويروح هذيك هي نفس الحرابش خذ ويمشي هكا وكل ربك تعرفك الزيت والخروع وكل السيستم هذاك وهنا ماشي اكثر حاجة تحرمت منها في صغرك والله هي القراية بالرغم راه نعمل في الدياليز ونقرا وصلت للسيزيام بعد تالي حبست القرايه بالطبيعه اسمع نحب نقرا كنت باهي في القرايه نقار والله باهي ما دوبلت حتى نهار ما دوبلت حتى عامني في الزيام وتو اي حاجه جيب لي نقرا برافو عليك هكا خماني باش دخلت للمسرح وبالواحد القرايه ونحفظ طوريت السكاتش ناخذ كيما اليوم من بعد عليهم اصبحنا نلقى روحي حافظه من ربي هكاك تصبح من غدوه حافظه والشخصيه اللي باش تعملها وكل اليوم فما امكانيه انك تزرع كلوه لا ما نشحل ما كاين عليه شيء الامكانيه فما ولا ما فماش ما يزرعوش في تونس تو حابسين عندهم عملنا 3 حابسين ناس تقول لك عندهم انا ما عندي شكون يعطيني فما ناس عندها شكون باش يعطيها تو الناس ولا تلمت في الفلوس وتمشي لتركيا 70 مليون هذا مش يعطي وهذا مش ياخذ ما نعملوش السبيطارات موجوده الاطار الطبي موجود كل شيء موجود وضربنا عليه حتى وزاره الصحه فما ليز داتونت ولا اي ثم نيز دوتون نحكيك على المتبرعين اللي عندك كل شيء تبرع مش تبرع ما يعملوش علاش الله اعلم